هل تعلم من الذين يستفيدون من رمضان هم الذين يجدون في نهاره لذة الرجولة والحرية الحقة والصبر في الشدائد؟ هؤلاء وأمثالهم هم الذين تفتح لهم أبواب الجنان وتقلق عنهم أبواب النيران، وهم الذين ينسلخ عنهم رمضان مغفور لهم ذنوبهم مكفرة عنهم خطاياهم، سمو نفس وأشرف هدف وأنبل غاية وهداية للقلب، فهم الذين تصلح بهم الأوضاع والمجتمعات وتسعد بهم المجتمعات. وما أشد حاجة الأمة المسلمة إلى أمثالهم في كل عصر وفي كل عصر. فكن من المتبرعين، المتصدقين، المستفيدين، الفائزين في رمضان وفي غير رمضان، فاغنم حياتك قبل مماتك.